ينضم إلينا من القاهرة عثمان المير غني، رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية. أهلا بك معنا سيد عثمان في تغطية التلفزيون العربي. يعني كيف نقرأ هذا الحدث تحديدا، هذا القتل الذي فاق أعداده ما سبق من مجازر؟ يعني حقيقة 100 قتيل في السودان، يعني ما الذي يؤشر له هذا الحادث في مستقبل المعركة المستمرة؟ رغم أن ولاية الجزيرة شهدت كثير من الحوادث المشابهة خلال الفترة الماضية منذ اجتياحها بواسطة قوات الدعم السريع في منتصف شهر ديسمبر الماضي حتى الآن، لكن هذه الحادثة بالتحديد تغيرت كل الموازين وسببت صدمة كبيرة لبشاعة الحادثة، ولأن هذه القرية التي كانت مسالمة وبعيدة تماما عن مواقع العمليات العسكرية وظلت طوال فترة طويلة لا يعرفها حتى أحد، يعني في كثير من مناطق السودان، والعملية استمرت لفترة طويلة عدة ساعات منذ الصباح الباكر إلى منتصف النهار، وكان القتل بالأسلحة الثقيلة وليس الأسلحة الخفيفة ومن مسافة بعيدة يعني، وليس اقتراب من حرم القرية. كل ذلك سبب نوع من الصدمة الكبيرة باعتبار أن القتل الآن تحول إلى عمل مجاني يمكن أن يتم في أي لحظة بدون أي حيثيات ودون أي خوف أو خشية من أي عواقب من هذا القتل، لأن الصور الفيديو التي حصلنا عليها كلها صورت بواسطة الذين قاموا بالهجوم نفسه، يعني صوروا كل تفاصيل الهجوم منذ البداية حتى النهاية بصورة دقيقة جدا، هذا يعني أنهم لا يكترثون لعواقب مثل هذا الحدث. فمعنى ذلك أنه عمليا الآن أصبحت الحرب حرب الأرض المحروقة، قتل كل شيء، الإنسان، الحيوان، الحصول على تدمير الممتلكات، وحتى لو كانت بعيدة عن المناطق التي يمكن أن تسمى مناطق عسكرية وغير ذلك، فهذا يعني أن عمليا هذه الحرب تحولت إلى حرب ضد المواطن السوداني وليس لها علاقة بالجيش أو بأي قوة سياسية أخرى. دعني أنقل لك سيد عثمان ما تحدث عنه المبعوث الأمريكي للسودان توم بيريلو في حديثه لفورين بوليسي. قال أن هذه الحرب قد تتحول إلى صراع إقليمي، ويمكن أن يؤدي كذلك إلى تحول السودان لدولة فاشلة. هذا التصريح الآن تزامن مع هذه المقتلة التي نتحدث عنها، ما الذي نقرأه من التصريح الأمريكي؟ كيف ينظر المجتمع الدولي الآن إلى المعارك الدائرة في السودان؟ يعني الملاحظ في المبعوث الامريكي انه اشبه بمعلق على المباراه، يعني ظل منذ تكليفه في بدايه هذا العام او في شهر فبراير الماضي يطلق التصريحات عن ان الاوضاع ستكون سيئه وان شهر يونيو الحالي سيكون اخر فرصه للتعامل مع الازمه السودانيه ثم تنطلق بعد ذلك في فضاء لا احد يستطيع السيطره عليها، وان هناك مجاعه، اكبر مجاعه في العالم ستحدث، وهناك حرب اهليه، لكنه ظل يردد ذلك دون أن يكون هناك أي تقدم على أي مستوى، يمكن مستوى خارجي يمكن أن يكبح جماح هذه الحرب، خاصة في ملف المفاوضات، وملف المفاوضات بالتحديد منبر جدة الذي ينتظره الجميع باعتبار أنه بارقة الأمل الأخيرة التي يمكن أن تخرج البلاد من هذه الحرب. ليس هناك جديد يعني حتى الآن من جانب المبعوث الأمريكي، ليس هناك خطوات حقيقية حتى في اتصاله بالقوى السياسية السودانية التي تواصل معها تقريبا كلها وأكثر من مرة، لم يبدر منه ما يؤكد أنه استطاع وضع خارطة طريق حقيقية للتعامل مع القوى السياسية حتى تستطيع أن تقوم بدورها، ولم يتصل مع كل القوى العسكرية حتى الآن، لم يتصل مع الجانب الحكومي، فيبدو موقف الأمريكي غريبا جدا، يعني كأنما هي مجرد محاولة لإبداء العذر بأننا والله نعمل لكننا لا نستطيع أن نفعل شيء ولا نغير من الواقع الموجود، وهذا أسوأ مما لو كان هناك غياب كامل لهذا الدور. طب الآن أيضا في ما يعنى بالحلول سيد عثمان، يبدو أن هناك حاجة لخروقات إما دبلوماسية وإما ميدانية. ما هو الأمر الذي قد يفضي إلى العودة إلى محادثات جدة مثلا؟ هل سنشهد عودة إليها بعد هذا الحدث تحديدا؟ يعني هو في النهاية لابد أن يكون هناك حل متفاوض عليه سلمي، الحل العسكري غير وارد، وحتى لو هناك جهة تعتقد أنها تستطيع أن تصل إلى حل عسكري عن طريق النصر سيكون بكلفة عالية وبعد فترة طويلة جدا، ولا أحد يعلم إلى أين قد تمضي بعد ذلك الأحوال في السودان، قد لا يكون هناك سودان إذا مضت القوة العسكرية في محاولة فرض الواقع العسكري.
أعتقد الحل السلمي الآن يحتاج إلى تدخل سياسي، يعني كل ظلت مفاوضات تتم بين الجيش وبين الدعم السريع خلال الأشهر الماضية منذ بداية هذه الحرب في منبر جدة، وليس هناك جانب سياسي. وأنا أعتقد أن القوى العسكرية لا تفكر بمنهج الوصول إلى حل تفاوضي باعتبار أنها بتكوينها العسكري تبحث عن النصر. لا بد من إدخال القطاع السياسي من كل الأطراف، الأطراف التي تؤيد الدعم السريع مثل التقدم، أو الأطراف التي تقف مع الجيش مثل مجموعة الميثاق التي وقعت ميثاق هنا في القاهرة. يجب أن تكون هناك جانب سياسي. أنا أعتقد أن السياسة أقدر للوصول إلى اتفاق سلام من العسكريين، وهناك بارقة أمل الآن الدعوة المصرية التي وجهت إلى القوى السياسية والمجتمعية والتي يفترض أن تجتمع في القاهرة في نهاية هذا الشهر. أنا أعتقد هناك بارقة أمل أن تستطيع القوى السياسية أن تستلهم الحالة التي يعيش فيها المواطن الآن وتصنع فارق في هذه الأزمة عن طريق حل سلمي متوافق عليه يجب أن يتم الآن وبأسرع فرصة، غض النظر عن ما يحدث الآن على الأرض والانتهاكات والخروقات الكبيرة التي يتعرض لها المواطن. أشكرك جزيل الشكر السيد عثمان الميرغني رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية، كنت معنا من العاصمة المصرية القاهرة.